بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم الإخوان، تبارك الله عليكم، تحياتي لكم جميعا، أتمنى تكونوا في صحة جيدة. مرحبا بكم مرة أخرى عند مدرسة مازاغان تحت عنوان فائدة من ذهب. الإخوان إن شاء الله عز وجل غادي نتبعوا السلسلة اللي بديناها، اللي كانت الأول ديالها هو تحدثنا وتكلمنا وعطينا واحد التركيبة ديال كيفية يعني الماكلة أو الأطعمة ديال الفراخ الصغار، وكذلك تكلمنا الحلقة اللي جات من وراها هي ديال يعني بداية أو كيفاش الإنسان يفطم الوليدات الصغار، يعني مرحلة الفطم ما يسمى بالتزوين. كلمة تزوين هي الطير، يعني عندنا احنا في المغرب تزون ولا يعرف ياكل زوان. الإخوان، نحن دائما في البداية ديال كيفية تلقين الطائر المقنين الحسون وهجينه، ولكن هنا غادي نبدأ اليوم، رغم أن يعني بالأحرى خاص نتكلموا في بداية التلقين ونوضحوا أشنا هي الأمور اللي خاص تكون الأولوية اللي خاصو يديرها المولوع ويبدأ بها في هاد الصنفين هادو. من الأفضل الإنسان يبدأ بالميستو. الميستو هو اللي كيجعله إذا دخلتيه مثلا في شهر واحد ولا في شهر جوج ولا في شهر يعني 12، هنا 12 واحد جوج كان أفضل. علاش؟ باش ملي كيجي شهر 7 ولا شهر 8 كتدخل انت دوك القرع اللي هما يعني ساكتين والديهم، والديهم دخلوا البداله وستيبات صغيورين او شي عش ولا شي حاجه ما كيكونوش والديهم متكلمين، والميستو كيكون هذيك الساعه تبارك الله بدا كيتكلم ويعاونك على التلقين. هذا هو علاش يعني الميستو خاصك تسبقه، ولكن هذه غير كلمحه اللي هضرت عليها على الميستو اش خاصك تسبق. ولكن اليوم غنهضر على المقنين. الميستو من بعد، من بعد الميستو من بعد، لان المقنين هو المعيار الاساسي للانسان المولوع، واش هو على بينه، واش هو يعني عنده تجربه، واش هو عارف اش كيدير. لان المقنين لما عشتيش معاه ودوزتي معاه واحد المراحل ما يمكنش لك تكون عندك واحد التجربه كامله في ميدان الطيور. علاش؟ على الصعوبات ديالو في التربيه ديالو، في الماكله ديالو، في باش يكون صحيح، باش يكون يعني طير كيف بغات لك الخاطر، صعيب باش توصل لهذه النتيجه. فان شاء الله غادي نتكلموا في هذه النقطه هذه. فقبل ما ندخل العمق ديال التلقين غنهضر على واحد يعني الاولويات اللي خاصهم يديرهم المولوع ويعرفهم ويفهمهم. وبحال هذاك المولوع يعني كنقولوا هو كيفرش واحد الارضيه، كيتراسي واحد لو تيغا ديال كيهيئ الطيور ديالو خاصه المقنين باش يحفظ، باش يجني واحد النتيجه اللي غتكون عنده ان شاء الله الرحمن الرحيم في على احسن ما يرام. الشرط الاول الاخوان، الشرط الاول المقنين ولا خاصو يديرها كل مولوع، هو ما تعاملش المقنين كانهم سجون. حذاري تعامل المقنين بانه طائر سجين. المقنين الا بغيتيه يحفظ وتساعدو تاع الحفظ، هذا في حاله الا قدر لك الله سبحانه وتعالى واحد الطير اللي كيتميز بواحد الصفات، ومن بين هاد الصفات هو الذكي، يعني كيف كنقولوا حنا راسه. فالحوايج اللي غنهضروا عليهم يقدر ربي يسر لك الله عز وجل هاد الطائر وانت اللي خرجت عليه، انت اللي ما عرفتيش تتعامل معاه. من طبيعة الحال الاخوان بان الفراخ هما رزق، طويرات رزق، كيرزقهم الله
لمن يشاء. معناه يعني الإنسان إذا كان صادق فيما يكسب في هذا المجال ديال الولاعة وبنية صادقة وبإخلاص وكيبغي الناس الخير وكيتوكل على الله وكيدير المسائل الأولوية والتوكل على الله وبزاف الحوايج اللي غنهضروا عليهم، فربي سبحانه وتعالى ما كيخيبش ظنه وكيجعل ليه البركة في هذا الشيء اللي عزيز عليه هو. وعلاش كنقولوا بأنها رزق؟ لأن إلا مشى تبارك الله في طوي راسك وخرجوا عندك بغات الخاطر اللي غتبيع منهم غتنفع، هذا كاع الإنسان اللي كيبيع ويشري حلال ماشي مشكل. حنا كنقولوا دائما البيع والشراء شراء حلال وهو تراضي فيما بالخصلين وصدق فيما يملك وفيما يبيع. في حالة لك انت تصادق والحمد لله وغادي كيف قلنا أمور عندك واضحة وربي سبحانه وتعالى كيبارك لك في هذه الفريقات كتنفع منهم كتبيع منهم وكتخلي لك طويرات وكتتولع باش ينفعوك تطورات باش يعاونوك حتى في إطار يعني تلقين. ولكن العكس صحيح، معناه إلا ما صدقتيش في الطيور وكان الغش وكان عندك واحد المنهجية غير سليمة في المعاملة في بزاف الحوايج. وكيف كتبت أنا في واحد كنت واحد الكتاب كنألف فيه وما قيمة كتبش الله باش نكمل، وهذاك الكتاب كيوقف شحال من خطرة ما كنكملوش، هو سكت سميته دليل الموضوع. وكجيت في واحد هذه المسألة ديال الرزق وكتبت بأن هاد الطيور ممكن بقدرة الله يخطوك بالريش أو يعمروا خير البزق، معناه يقدر إلى بارك لك فيهم الله وبهذا الشيء اللي قلنا بهذا الإخلاص ديالك يخطوك بالريش بالرزق، لما لا؟ وكذلك الإنسان اللي كان غير صادق فيهم كيبيع بالغش بزاف الحوايج وذكرنا هذا الشيء ما غيدي في الاخر البزق، ما غيبارك ليه الله في والو، غيجني البزق العام اللي جا غير قال البزق. ولهذا الصدق حبيب الله، الانسان يصدق فيما يملك. النقطه اللي قلنا لكم الاخوان، ما تعاملش المقنين كانه مسجون، عامل المقنين كائن لطيف محبوب حبو قربو لك، تعامل معاه خليه يعقل على الصورة ديالك الكلا، لأن المقنين راه ما كيحفظش التغاليب، راه كيحفظ حتى الرنة ديالك، الصوت ديالك كيولي يعقل عليه. راه ملي كتدخل انت في الدخلة وكتقول لوليداتك السلام عليكم، كتقول داك الدعاء ديال دخول البيت، كون على يقين المقنين سمعك وعارفك جيتي. خاصك تجي ملي كتدخل تسرح شويه، دور على الطورات ديالك شوفهم، وكل واحد عطيه واحد اللقب، سميه واحد اللقب، هذا كيدير فلان، هذا وجيب واحد النوع من الماكله اللي ما كتضر ما والو، اللي معروضه بالماكله ولات موجوده، مانيطوبا ولا شي حاجه ديال بيريلا ولا شي كنهز ديك الفيتشا وكنولفو هنا وكيفرح بيك وكتشوفو وكتعطيه وقت حل عليه الكاخون خليه يتنفس شويه، هذا دور عند الاخر دور عند الاخر دور عند الاخر. مقنين الا ما كانش عاقل هو تيقفك بانك ما غتاديش، راه خاصك تعرفوا الاخوان، راه مقنين الا ما هيئتيش انت بريباريتيه باش يكون يحفظ ومجتهد، وخاصه كيف قلت لكم الا يسر لك الله شي طير هو مجتهد باش تعاونو بهاد الحوايج، كنت كتكتشفو وهو كيطيق فيك. مقنين ملي كتبدا توكلو هو صغير 8 ايام 7 ايام، هو هذيك الساعه كياكل ما كيتمعنش فيك انت، ولكن ملي كيبدا يعرف كيعرف ماشي با هذا كتجي تغريب من الفطره اللي فيه الداخل والجينات اللي فيه، كيعرفك انت غريب ديما هو خايف منك،
ولاحظها ملي كيكبر شويه وكيولي فيه الريش كتبغي انت تجي توكلو ما كيحلش لك فمو خاصو تيجوع باقي ما طايقش فيك. اذا باش تكسب باش هو يولي تيق فيك ويعطيك خاطرو ويولي مكونسونطري مع التغاريد خاصو ما يبقاش يخاف يعقل ما يبقاش يخاف ويكون مؤقلم. والحمد لله اللي جعل هاد الطيور يتأقلمون مع يعني في القفز مع البشرية. جميع الخلائق اللي خلق الله جعلها الله مسخرة لبني آدم جميع الخلائق وهذا من فضل الله علينا. الله كرم بني آدم ولقد كرمنا بني آدم في العقل وفي بزاف الحوايج على جميع الخلائق. كل شيء خلق الله لينا خاصنا احنا نكونوا نحمدوه ونشكروه كيف بغانا هو كل شيء خلقوا لينا. ولهذا الإخوان مخافة طيح بعض الأخطاء اللي الطير ما يبقاش يطيق فيك توقع لي واحد الخلع معناه كاين أمور الإخوان تبدأ بها من اللي الطير انت كيف قلنا تزون بحط في هذه المرحلة انت كتكتشف الطير ديالك واش عاقل واش بدا يبجغط واش مرتاح ليك واش هو انت كيبان لك الطير يعني فيه الخير كترتاح ليه انت كيف هو ارتاح لك. وملي تبغي تحيد زوان عقلوا على هذه المساله الاخوان ملي تبغي تحيد زوان دير يدك هنا وخلي الفرخ يمشي لهيه فوق القصبان وفوق القلعه عاد جبد هذه هاد يعني المعيلفه هذه باش ما تشدش ليه رجلو الصبع ديالو راه كاين اللي كيقسم ليه رجلو كاين اللي كيطير ليه صباعو الطير الى قايه الى سديتي عليه بيد واش باقي يطيق فيك راه غادي يبقى ديما مخلوع ديما معمرو واخا يدخل للظلمه حاضي معاك. ما خاصوش الطير ملي يدخل ويبدا يحفظ يبقى يديها فيك انت بتاتا بل خاصو يفرح لك ملي سمع الصوت ديالك وملي رجعها رجعها بشويه. وكاينه واحد المساله بحال هاد المعيلفات اللي كيكونوا غارقين ما نخليهمش فحال هكا الاخوان لانهما مع الزوان بزاف كدوز واحد 3 ايام كيغمل داك الزوال تحتاني وبعد المالع كيعكزو داكشي ما كيلوحوش هذاكشي غادي يضيع داكشي. فمن الاحسن دير واحد البونجا هنا حتى النص ودير فوقها الزوان وديرو باش انت ملي غادي تجي تبغي دير ليه في هذيك 3 ايام غتلقاه تبارك الله كان داك زوان وغتبدلو ودير واحد جديد باش الطير يبقى صحيح. هادي الاولى. ثانيا الماء ديما مغسول 24 ساعه 24 بدلو والطير منين نبغي نعومو ماشي نخلط لا بديك البومبا كيتخلع كيبدا يفرفر لا غير بشويه كان يعوم راسو كان افضل. نخلي واحد البايديور نخليه قرعه ولا نكب الماء من الفوق في الماء في هذاك نحيد الساك ونخرجو للشمس نحيد الفراشه ندير الماء هو ملي كيشوف الماء كيبدا كان يعوم كان احسن. ما عارفش نشد الرشاشه ونهرش بشويه تيولف وما عمرك تعوم الطير تيتشمش يتقرمل عاد تتشمشو هذا كتجي واحد ديالي وتقدر تقتلو. الطير عومو قبل ما يتشمش عومو بالدواء ولا شي عاد حطو للشمس حطو للشمس وخليه يدار بين ما غير نشف شويه وحيدو. هادو هاد المسائل راه جد قيمه وما يمكنش يعرفهم الا انسان يعني عاش مع المقنين ودوز تجربته مع المقنين. المقنين الاخوان في البدايه ملي بان لك الطير تبارك الله باقي صغير ويلاه مضارب مع الزوان وهذا وكيبجغط واخا داك الغلوق كيبين لك بانه ذكر ومره مره كتحس حتى بحال جاتك في ودنك بحال شي غوربي واحد كتعجب واش هادي تبتبيت انا الكوبيه كتمشي وتجي الطير جاي ناوي تبارك الله ولا فرحان لك وكتجي عد وتشوفو وملي تبغي تعلقو ديما نمشي ليه بشويه وما نخلطش ملي يكون مسدود نخلط ونعري عليه لا نجي نضرب بحال هكا وندير ليه بحال هكا ونهيئو ونحل بشويه نتعامل معاه زوين عزيز عليا بحال هكا عزو بحال تعز واحد الوليد صغير. راه شوفوا الاخوان الاكثريه كنجيب انا الامثله بالبشر بالبشريه. علاش؟ لان الله عز وجل قال وما من دابه على الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم.
ما فرطنا في الكتاب ماشي. أمم أمثالنا في بزاف الحوايج في مسائل اللي هي يعني العيشة ديالهم، كيفاش السلوك ديالهم، كيفاش الزواج، كيف بزاف الحوايج كاين ضامنين الطيور، كيفاش الحياة يعني ديالهم اللي كيعيشوها في الطبيعة. ولكن ما تنساش كذلك حتى في بعض الأمور اللي غنذكروها، الدري الصغير ولدك صغير يلا غادي يدخل الابتدائي، مقبل على الابتدائي ديتيه في التحضيري، راه لا مشى لهذاك القسم ولقى واحد الأستاذ اللي هو طيب وعرف كيفاش يتعامل ويكسب الدراري وكيحاول يألف بين القلوب ويجعل لهم واحد النوع ديال لامبيونس، وخاصو انه بالاولى هو يهيئ الدراري قبل الدراسه باش يكونوا عنده الدراري، وفي نفس الوقت كيكتشف لي غاص شكون هو الدري اللي قافز فيهم واللي هذا واللي ثقيل. كاينين كي هو خاص الاستاذ كيشوف هذيك مع من غيتعامل، وخاصني نحبب ليهم المدرسه هذاك الاستاذ الفاطن اللي هو تبارك الله كيبغي الخير. الدري فرحان عجبو داكشي، ملي كيجي الغد ليه كتلقاه فاق قبل الوقت، وبعد الخطرات في الليل كيقول لك لا غادي نمشي للمدرسه، هو عنده حب في المدرسه، كتقولي لا باقي طريح راه الصباح هذا راه باقي غتمشي، عنده حب في المدرسه. يعني هذاك الاستاذ هو اللي هيئ ليه الارضيه لذاك الدري باش يقرا، وما ردمش وما يعني ما حقرش التلاميذ، حتى خلى راه كان عنده شي نابغه تما، وهو اللي دار سبب اما ضربه بشي ضربه ولا كيسب ولا كيدير ولا هذا، يقدر يخرج على داك الدري، يقدر يخرج على داك الدري. راه الاستاذ ولا المعلم تحياتي لرجال التعليم راه عنده دور كبير في التربيه وفي الاكتشاف ديال اللي سميتو عليه ديال الدراري اللي كيكونوا تبارك الله عندهم واحد القفوزيه كيف كنقولوا. ف انت كذلك راه ما كانش فرحان معاك وهو مستعد وراشق عليه ما غيحفظش لك، ما غاديش يحفظ لك، تعاملتي بقصوى غيخرج طاير حتى هو، يقدر يخرج لك ديال الكريه ديال الجواج صافي جامع قال معصب باغي يداوي راه كيدوي تكلم لك وكل شيء، ولكن العيوب وروينا. ولهذا حافظ على الطير وسير معاه يعني بالمسائل اللي دير كاع اللي عليك. ملي تبغي تدخل الاخ مقنين الكاخون ما تسدش عليه، نقاط مهمه هذه. الكاخون صندوقه مزيانه شيء جميل، علاش كيحفظك انت ديرك كثره الطيور او عندك البريمافيرا شي حاجه ما عندكش اتساع. انا ما كان انا في المقنين ما كنسدش عليه كاع، حتى في الكاخون ما كنسدش عليه، علاش الحمد لله كاين اتساع وما كنديرش بزاف. المقنين كندير ربعه الطيور كاين اتساع نقدر ندير كل واحد في بيت، فهمتي ماشي مشكل عندي. كندير واحد البلاصه اللي كاينه الولاعة عليه كنديرها في البيت اللي فيه هذاك الولاعة والماتيريال وكلشي، كنديرو لمساتها لان الميستو فيه داك الجينات كثيره ديال الكنار فيه المشاكل. راه الاخوان شوف علاش كنقولوا هاد الحوايج، راه ماشي الناس ما كتحفظش، راه الناس راه كتحفظ، الناس كتقلب على من يعاونها باش يخرج الطير ما فيش العيوب. حنا هاد العبد الضعيف كيدير واحد البحث في التجربه ديالي كنخلق منها ابحاث، راه هذاك النار فاش عطيتك هذاك الكولبي او داك السيراب اللي كيكون كتخليه انت مقسوم وكيجي بحال واحد النوع ديال التغاريد اللي خارجه عن نطاق الكوبيه او ديك التبيته او شيء من هذا القبيل، راه اكتشفته من الخدمه ديالي في مع البيسي مع الاورديناتور مع التغاريد مع التجارب. الولاعة انت خاصك تكون خدام فيها وكتكتشف شي حوايج، ف الى تقدر الله كاع بغيتي تسد عليه في الكاخون خليه عريان
عاف حال هكا شي حاجه باش ما يتوسخش لك الكاخون عريان ولفتو الا مع الجاج كيدخل ليه الضوء حتى ملي كتجوف ملي كتجي وكتسلم عليه السلام عليكم وكتحل عليه هذاك باش تنفس ديما ماشي كيتخلع داك الخلع لا كيشوف هو راه كاع النهار كيشوف في الضوء ما كيطرى ليه والو وكتعطيه هذاك الميكلا وهذا وحتى ملي كتسد عليه دوك البيبان غير الجاج كيبقى هو يتبعك سيتي باتي كيتبعك فرحان بك وكيتصنت كل على يقين باذن الله غادي توصل للنتيجه بقدره الله عز وجل. هذه الاخوان كانت يعني واحد تراسمون ديال واحد لو تيغان ديال واحد تهيئ المجال للطائر الحسون من اجل تلقين وتبارك الله عليكم. ومازال غادي ان شاء الله نتكلموا ونتبحروا في هاد هاد السلسله هذه وغنمشيو معكم بقدره الله وحده وحده حتى توصلوا لواحد النتيجه. وكنشكر الاخوان اللي كيتفاعلوا معنا وكيديروا بعض لي كومونتير. الاخوان انا راه حاشني بالدعاء ديالكم في ظهر الغيب. شتي كاع لا تكومونتي ظهر الغيب والدعاء معايا هذاك هو اللي باغي الدعاء. بغيت هادشي يكون صدقه جاريه راه ما عنديش انا كنتسابق مع شي حد ولا شي حاجه ولا كيتهيئ لشي حد راه كنتسابق معاه لا انا هم ولا انا هم ولا وعندي لقاء مع الحباب فاللي ارتاح ليا وطمأن مرحبا به ما ارتاحش ليا ومشى ما كاين حتى شي مشكل حنا خوت تبارك الله عليكم الاخوان تحياتي لكم وشكرا على المتابعه